بيعلي مستوى شويه وفي نفس الوقت مريح يعني قاعده مريحه شويه. انا عارف ان هو المسافه 22 كيلو او 3 كيلو ما يلحقش يلعب في كمان يا عم طيب خش خش انما هنا بص لا ما كانش ممكن في حاله مثلا في حاله لو انت جبت مثلا كراسي عربيه من دمار بايظه خالص بدل ما جبت ده لما جبت كرسي بتنجز نوع ثاني ولا انت من خلافه هل هو ده كده كان جاي من بلد او جاي من مصنع هو لا يا اما لو في حاجه مقرضه من العربيه دي باخد منها جبت كرسي بنفس المواصفات اعمل ايه يا فندم لا لا ما اعملش اتفرج على العربيه دي قبل ما تتعرف تشوف منظر ايه ساعتها وشوف منظر العربيه يعني ساعتها كان وانا بقول لك انت عملت ايه انت جيت ده دهنته ايوه اسمع الكلام خد معايا خد معايا ما انت مش هتغلبني لا يا ساعتها اسمع انت جيت دهنت ده تمام واللي مكسور منه عملت له واحد صاج انا مش عايز كده انا عايز اخش في العربيه الاقي مثلا 50% من كراسي العربيه مكسرين اهو تاني هاخد ال 50% دول احطهم في 50% عربيه ثانيه واقوم عربيه بالكراسي الفايبر القديمه السليمه ولما اجي هنا ما لقيناش بالفرشه ارشها رش حلو ونظيف وال 50 والعربيه بقى اللي ما عادش فيها كراسي خالص اعمل لها كراسي ثانيه متنكده شكلها شيك كويس لازم ارتقي بمستوى الخدمه اللي مقدمها للراجل مهما هتناقش معاك مش هوصل معاك لنتيجه لا لا ايه انت اتعودت على كده لا ايوه لا سيبه يتكلم سيبه يقعد معانا لو ده ما اقتنعش مش هيقنع الباقي مش الباقي مش هيقتنع انت رئيس ال رئيس النقاشين طب انت مالك مال بقى الكرسي الفايبر لما انت رئيس النقاشين ما انا افتكر ساعتك بنتكلم على الدهان طب هو الدهان ما انت بقول لك دهان ما ينفعش بفرشه يا ابني شايف زي ما صوت العرب بيقول لك ايه شايف الدهان ده دهان فرشه انما لو ده كان بتفك المسامير وتاخد وتنضف وترش رش كويس مش هقول لك بقى في كابينه بتاع لا حتى مسدس رش منتظم بشكل كويس وركب تاني في مكانه هيبقى شكله كويس طب لو لقيت واحد مكسور ما اعملوش واحد صاج اجمع كل الفايبر لو ينفع يتجمع قول لي بقى في عندي عربيه بقى في عندي عربيه ناقصه اجيب لها كراسي جديده معموله متنجده وشكلها كويس انا القديم رفعت كفاته وخليته معقول والتاني فرصه بقى ارتقيت لمستوى الكرسي عملت حته قماشه منجده فيه بتغير شكله بتخلي الراجل حتى يبقى نفسه مفتوحه ليه